بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في السلسلة التعليمية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعلموا كيفية تغيير كلمة المرور. غادي يكون مختصر لأن العملية جد بسيطة وسهلة. كنجيو لهاد ثلاثة الإشارات، كنشوفوا الاختيار الثاني هو البيانات الشخصية، كتخرج لنا هاد اللائحة. كاين الصورة الشخصية إلا بغيت نغير الصورة ديالي، كاين البيانات الشخصية يعني المعلومات ديالك، كاين تغيير كلمة السر المرور كنضغطو عليها. كتخرج لنا هاد ثلاثة الخانات. في الخانة الأولى غادي نكتبو الكلمة السر القديمة، في الخانة الثانية والثالثة غادي نكتبو الكلمة السر الجديدة ونقوم بالإرسال. يعني عملية جد بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.